سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. اللاعب الدولي السابق وفنان الكرة الليبية علي الشعالية، والظاهرة الفنية خلال فترة الخمسينيات والستينيات. اسمه الحقيقي علي عبد السلام الحشاني، واشتهر باسم علي الشعالية لتعلقه كثيراً بعائلة والدته منذ الصغر. بدأت علاقته بكرة القدم بمدرسة الأمير، وبالإضافة إلى نشاطه بالمدرسة فهو كثيراً ما كان يشارك مع رفاقه من أبناء جيله في مباريات الحي، نظراً لتفوقه الفني وقدرته على إحراز الأهداف. أخذت شهرة الشعالية تزداد يوماً بعد يوم بسبب حرص محبي كرة القدم على متابعته والاستمتاع بمشاهدة لمحاته ولمساته الفنية، ما دعا الرياضي مصطفى بوستة إلى دعوته للمشاركة في تكوين فريق الهلال ليصبح فيما بعد من أبرز نجومه منذ تأسيسه. منذ بزوغ اسم الشعالية في سماء كرة القدم الليبية أشاد به عدد من كبار المدربين، غير أن الشهادة الأبرز والأكبر كانت من الصحفي الرياضي الإيطالي الذي شاهد الشعالية في مباراة فريقه الهلال مع فريق الاتحاد بطرابلس عام 1960، وقال أن هذا اللاعب يتمتع بقدرات وإمكانات فائقة تجعله لاعباً دولياً محترفاً، فأطلق عليه لقب الدولي. في بداية الستينيات وبعد إصابته في إحدى المباريات المحلية تقرر علاجه بإيطاليا، وبعد انقضاء فترة العلاج سمح له بالتدريب مع لاعبي فريق لاتزيو. ومنذ الوهلة الأولى أدرك مدرب الفريق الإيطالي أن هذا النجم الليبي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتعزيز الفريق وتقديم الإضافة له، فعرض عليه التوقيع على كشوفات الفريق لمدة موسم واحد، إلا أن الشعالية رفض ذلك على الرغم من مشاركته مع فريق لاتسيو في عدد 6 مباريات ودية، وفضل البقاء مع فريقه الهلال الذي عاش معه أياماً ومواسم زاهية وشهد معه عصراً ذهبياً لا يزال يذكر في تاريخ الكرة المحلية. تميز أداء الشعالية اللافت في المباريات الدولية خاصة أمام الفرق الأجنبية بالتفوق الفني وصنع الفارق، ففي عام 1957 سجل هدفاً في مرمى فريق سليم الماطي ليتفوق الهلال بهدفين، ثم سجل هدفاً آخر في منتخب الجزائر في مباراته مع الهلال، كما تألق في مباراة فريق الهلال مع المنتخب المالطي. وفي عام 1965 سجل هدفين في مرمى فريق فينشر الإنجليزي. بدأت مشاركة الشعالية الدولية الرسمية مع المنتخب الليبي الأول في عام 1957 عندما اختير ضمن صفوف المنتخب الوطني المشارك في الدورة الرياضية العربية الثانية التي أقيمت في بيروت، وأحرز أول أهدافه في هذه البطولة حيث أحرز ثنائية في شباك المنتخب التونسي وهدفاً آخر في شباك المنتخب العراقي، ثم اختير للمرة الثانية توالياً للمنتخب الليبي بالمشاركة في الدورة الرياضية العربية الثالثة عام 1961 في المغرب. ومن المباريات التي برز خلالها الشعالية تلك التي خاضها مع منتخب بنغازي في مواجهة منتخب الجزائر الذي كان يضم أبرز نجوم وعمالقة الكرة العربية. في بداية الستينيات وأثناء وجوده بالقاهرة رفقة زملائه محجوب بوكر والحارس العملاق إبراهيم المصري، فتحت إدارة نادي الزمالك المصري قنوات التواصل والاتصال عن طريق النجم الراحل حمادة إمام للتعاقد مع هذا الثلاثي الليبي الدولي لتعزيز تشكيلة الفريق، غير أن الشعالية اعتذر عن ذلك لارتباطه وتعلقه ورفاقه بفريق الهلال. اقترن اسم اللاعب الفنان علي الشعالية باسم فريق الهلال حيث كان من أبرز وأمهر لاعبيه ونجومه، وكان من أهم العوامل التي أدت لأن يكون فريق الهلال من أفضل وأقوى الفرق الليبية خلال النصف الأخير من الخمسينيات والستينيات. وشهدت مباراة فريق الهلال الودية التي فاز فيها على الأهلي المصري عام 1968 آخر ظهور له بقميص وغلالة فريقه الهلال، حيث وصل مسيرته الكروية فيما بعد مع فريق الأهلي ببنغازي حيث لعب له موسمين متتاليين وتوج معه ببطولة الدوري الليبي، ليختار الوقت والتوقيت المناسب للاعتزال
ليختتم المشوار مع فريق المشوار ليضع حداً لمسيرة كروية طويلة رائعة وحكاية كانت زاخرة بالعطاء والإبداع على كافة الواجهات. ليبقى الشعالية نجم الأمس في ذاكرة كل الأجيال، لوحة فنية تزينت وازدانت بها ملاعب كرة القدم الليبية.